أهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل. يا جماعة في برنامج نحن كل ما نبعد عنه القدر بخلينا نرجع لعنده، منطنش القصص اللي عم تطلع عندهم، ولكن في حد نقدر نطنش عنه. برنامج صباح الخير على الفضائية السورية. مثل ما بتعرفوا جميعاً إنه بهذا البرنامج في حزازير، وهي الحزازير لو بتطلع عيونه للمواطن مستحيل يقدر يحزرها. مثلاً في شيء طويل قصير سمين رفيع بطير بنحط بالعصير بس مانو شعير، هيك أنواع الحزازير. يعني بس بما إنه نحن سوريين فأكيد عنا مفاتيح لكل شيء، بس مثل شو؟ مثل شو؟ فكروا معي. الله يسعد صباحك. يسعد صباح سوريا، سوريا الأساس. الله يرحمك يا رب. شو تتوقع يكون موجود بالصندوق؟ ويرحم الشهداء جميعا. أكيد طبعا بدنا مساعدة. ممكن تكرم عيونك. تسلم يا رب. أنت حصرك بالزاوية. يا سلام، يلا أعطيه تسهيلات، أعطيه طرف الخيط. حنربحك مباشرة من دون ما تعرف شو في بالصندوق. دعوة لأربع أشخاص بيوكو. هيك بتمنى منك إنه تضل هيك مع تحت بالكنترول لحتى تاخذ هيك ياخذ منك كل المعلومات تبعك. هيك ببساطة يا جماعة طلعت هاي هي كلمة السر. يلي ناوي يشارك بهاي المسابقات قول لهم صباح الخير سوريا الأسد. انسى سوريا انسى صباح الخير، بس آخر كلمة اوعك تنساها، هي المفتاح، هي كلمة السر. ألو مرحبا، ممكن شارك؟ الجواب أسد. هلا صباح الخير أول شيء جيد، أو صباح الخير مروة. صباح الخير لك. وأنا إبراهيم. سامي حبيبي. حبيبي القلب. أنا صديقك على الفيسبوك، على فكرة ما أنك شايفني ولا مرة، بس في بيناتنا أصدقاء يعني دانيال نور. وبيقولوا لك ما في تسهيلات للمواطنين، ليكو هاي طريقة تانية أعطوكم إياها مشان تربحوا. يعني يا صباح الخير سوريا الأسد، يا بتعرفوا حدا من قلب التلفزيون. أمورها كثير تمام. أتمنى من المذيعات ما تفرجوا هيك العالم أشكرا إنه في واسطة، بركي في عالم أجانب قاعدة عم تتابعنا. يعني مثل ما أنتوا وضحتوا لنا بكذا مرة إنه ديكابريو عم يستنى التحية تبعكم. بعد كل أعماله لحتى أخذها على هاي الفيلم فأكيد كمان بنبارك له عليها. أكيد مبروك لينا. أكيد عم تتابعنا هلا بس شفت الكلب الثاني كأنه. أنا أتمنى بس من المذيعات إنه ما يخصصوا. هلا ممثلين هوليوود كلهم بيكونوا قاعدين حزنانين، كلهم قاعدين عم يستنوا لكم صبحوا عليهم. أكيد تحية كتير كبيرة لكل الأشخاص اللي قرروا شاركونا قهوتنا الصباحية المليانة بالخير. أكيد هيك بتمنى إنه البسمة تكون العنوان دائم لكل صباحاتكم مما كنتوا عم تتابعونا. ما بصير هذا التمييز يا جماعة، بس بصراحة نحن ما قدرنا نتخيل المشهد اللي حكيتوه غير هيك. تنويه صغير كتير 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 للمذيعات للمستقبل، برنامجكم بيطلع الساعة 10 الصباح، بأمريكا بتكون 15 بالليل، بس يعني ما بتصبحي على ديكابريو. بس مش ما انت ما بتحكي ولا كلمه، انا اللي بحكي هلا. عرفت كيف؟ لانه هلا انا اللقاء معي مو معك. بس 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 معلش اذا بتريد شيء يعني لو سمحت بدك من هلا ما نتخانق. يعني نحن بدنا نعمل هلا طبخه. عزيزتنا الضيفه غاده بشور بتكون موجوده ضيفه بهذا البرنامج، ولكن جاي مبلشي معصبه، وطبعا جماعه التلفزيون بكفوا عليها على الاخر، وخصيصا بفقره لما يصيروا يعرضوا لها صور عشان هي تحكي عنهم. استاذ غاده خالصين اوكي لا بعد في صوره عم اقول انا ايه تماما فرصة حكاية دريانا نحن عم نعمل طلعك هو دقيقة ايه الرياضة. والله خوفي بعد الحلقة تروح تعمل فيكم نظام من ضم من بعد هاي الحلقة. عزيزتي لا تعصبي، الروح وجي فادتك، يعني كمان لا تخافوا عليها، هي ما أنا مقصرة رياضة، بكل مناسبة وطنية بتفتح لها رياضة عزيزتنا، يعني دايرة بالها على صحتها. وكالعادة ببرنامج صباح الخير بيدعو الضيف انه يشارك الشيف بالطبخه، وقامت عزيزتنا وجادت لك اخي روح عني خلص منها. خلص انا ما بدي اياها كلها على بابا خلص شايف دايما اكيد يعني لازم ندوقها. معلش ندوقها من بعد اذنكم لانه مشان نشوف انه لساتها قاسيه الفولايه ولا تمام. يعني معلش يعني دقيقتين. ريتو ألف صحة وهنا لكل حدا أكل، محل ما يسري يمري. برنامج صباح الخير بيهلك العالم فقرات توعوية وكيف المفروض الواحد يهتم بالصحة تبعه، بعدين بيجيبه ضيف بينسف كل شيء طالعه من خلال لمساته السحرية يلي بيعملها بالطبخة. يلا منيح عملت لمسات سحرية ما حطت شيء زيادة على الأكل مثل باقي العالم.
بهارات قاسي شوي. لك اخي روح عني خلص بلا. خلص انا ما بدي اياك انت على بابا خلص شايف دائما اكيد يعني لازم ندوقها معلش ندوقها من بعد اذنكم لانه مشان نشوف انه لساتها قاسيه الفولايه ولا تمام يعني معلش يعني دقيقتين هلا بدي اشوف بالعتابه في غني مثل العتابه هلا انا اي سمعنا شيء سمعنا شيء بها اذا بدك يا وينخ يا وينخ في عنا كمان مذيعة ببرنامج صباح الخير ولا مرة كانت ضيفتنا ببرنامج حمص سود واليوم نحن حابين نصبح عليها ونقول لها السلام عليكم السلام عليكم أنا حسلم على السلام عليكم ولا السلام عليكم وعليكم السلام يا أختي شو هالحكي هذا؟ هذا الحكي بتحكيه بالكافيتيريا لما تكون عم تلعب شدي أما تنزل الأرجيلي ما ببرنامج لايف عندك ضيوف تقول السلام عليكم عزيزتنا يارا هي المسؤولة عن الفقرة الفنية بهذا البرنامج بيكون عندها ضيف الفنان باسل حيدر بتكون عم تشرح له بالضبط شو حيصير صباح الخير صباح الخير سعد لي صباحك سعد صباحك كثير مبسوطين اليوم يخلي لي اياك انا اكثر انا اكثر يخلي لي عمرك هلا نحن اليوم يوم الخميس على طول بيكون في عنا ضيف يعني غالبا بيكون فنان فنحن ما بنقول الاخبار الفن بنكون محضرين له 10 اسئله لازم يجاوبنا عليها ب يعني بمختصر او بايه او لا هي بتكون شيء فني وشيء شخصي نعم جاهز جاهز يلا حلو لازم الزلمه يجاوب بمختصر او ايه او لا طيب تفضل عزيزتنا اعطيه السؤال لا يجاوب بمختصر كرة التراب كانت البداية اليوم باسل حيدر كيف بشوف هاي البداية؟ اي لازم انا جاوب بصح او خطأ؟ لا لا أنا... هذا احكي لي عنه اخوة التراب مو بدايتي انا ما اشتغل باخوة التراب نهائيا اول معلومة من بدايتها هيك لصحتنا جميعا ما رح كفي هاي العشر اسئلة اللي عنديك والله خوفي لا تكوني مفكرة حالك قاعدة مع انجلينا جولي وصيرة تسأليها كيف شعورك وقت كنت عم تلعب بريال مدريد؟ عزيزتي طمشتين على الجوجل بتعرف الزلمة وين عم يمثل وين ما له عم يمثل لا تخلي كل معلوماتك من الويكيبيديا أحيانا هي بتكون غلط وما له مصدر موثوق أخوة التراب مو بدايتي أنا ما اشتغل بأخوة التراب نهائيا أول معلومة خطأ غيره لا مستحيل أنت موجود معنا أنت موجود بمسلسل أخوة التراب أخوة التراب لا بلها علي طالما ما كنت بهذا المسلسل جيبي لي المصحف لأحلف لك إنه ما كنت بهذا المسلسل مسكي له ضربي له راسه بالحيط برك الزلمة بيتذكر برك الزلمة واش عقله عزيز سيارة لا تكوني مفكرة حالك جوهرة هذا البرنامج إذا بتريدي ملك هذا البرنامج هو الشيف يعني مثل في المخرج هذيك المرة شافني بلا ميك اب قالن شو جايبين مذيعة جديدة منيح ما جايبين جعفر مثل غيره جعفر طولوا بالكم شوفي تفضل هي تاخذ مع دفتر الجيش مجمعين سكوا الحواجز استفزه بلاتر عزيز الشيف كلمتين بعد اذنك على انفراد بعد هذا يلي شفناه خطر ببالي سؤال جوهري الكرات كيف بينعمل يا جماعة بتمنى تكون عجبتكم الحلقة لهون كون خلصنا حلقتنا لليوم اكتبوا لنا تحت بالتعليقات شو اسم المسلسل او البرنامج او الفيلم يلي حابين ناخده الحلقة الجاي تبقوا جميعا بألف صحة وعافية بنلتقى الأربعاء الجاي السلام عليكم سلام عليكم يا خلصنا تفضلي يا بيع لا 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 حاسس حالي مزهرية كوني مشاهد سوري فنص الالف سبعمية اخطاء الدراما زادت ما عادت شغلة عرضية عفوية بيطلع بالكادر موبايل ببيئة شامية مخرج زودت شوي الكبير قوي عالراب بس من دون اي رياكشن بتطلع كوميديا بحت لما بيشتغلوا لي اكشن بكل حلقة بنعمل جرد وانتو بس عملولن منشن مبلوم عبد الرحمن لو جي مليون هجوم شن ما بيكفي شوهوا الماضي طلعوا برا المود عملوا من المرأة خاتمة ملا النفع بالوجود بالوقت اللي كانت خانمة ثقفت بلا حدود لذلك الدراما بدها كف من حمص سود لا 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 لا